بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالطلبة الأعزاء، لنواصل محاضرات وحدات المماليك. فبعد مقتل عز الدين أيبيك بعد 7 سنوات من جلوسه على عرش مصر، تكون شجرة الدر قد تآمرت على قتل 2 من سلاطين مصر. الأول هو طرنشاه ابن زوجها السابق الصالح نجم الدين الأيوبي، والثاني هو زوجها عز الدين أيبيك، لتنتهي حياتها نتيجة لهذا نهاية مأساوية بتدبير من زوجة عز الدين أيبيك الأولى، حيث قتلت ضربا بالقباقيب. الأمر الذي انتهى بتعيين المماليك المعزية لابن عز الدين أيبيك نور الدين علي سلطانا وعمره لا يتجاوز 15 سنة، ولقب بالملك المنصور على الرغم من اعتراض المماليك الصالحية. وهنا لابد من الإشارة أننا سنصبح خلال هذه الفترة نتحدث عن مجموعتين من المماليك. المجموعة الأولى هي المماليك المعزية، وهم الذين أسسهم عز الدين أيبيك كحماية له، يديرون إلى جانبه أمور مصر، وكان قائدها هو قطز. المجموعة الثانية هي المماليك البحرية أو الصالحية، وهم الذين فروا إلى الشام في بداية الأمر، وكان من ضمنهم بيبرس وسيف الدين قلاوون، فروا بعد أن قتل عز الدين أيبيك قائدهم أقطايب. المهم أن سيف الدين قطز نصب ابن المعز عز الدين أيبيك نور الدين علي وولى نفسه وصيا عليه. فعلا في هذه الفترة برز نجم الدين قطز، خاصة أن كانت هناك مجموعة من المشاكل التي تعيق سير الأمور. نتج هناك عن هذه التولية تنافس بين الأمراء على الحكم، فتعرضت مصر لضغط أيوبي متزايد، ذلك أن المماليك البحرية الصالحية الذين فروا إلى مصر والشام قد انتقلوا إلى الكراك، وحرضوا المغيث عمر الأيوبي على غزو مصر. وقد تزعم هذه المجموعة ببرس. فعلا استجاب صاحب الكراك لدعوتهم وأمدهم بالسلاح والمال، وسعى إلى مساعدتهم للاستيلاء على مصر. ويبدو أن قطز كان أسرع في التحرك لصد هذا الخطر خارج مصر، غير أن هذا التحالف المملوكي الصالح الأيوبي لم يكف عن المحاولات للاستيلاء، بل جددوا عملية الغزو مصر مستفيدين من الظروف السياسية القلقة التي عمت بلاد الشام ومصر نتيجة الأخبار التي أصبحت تصلهم عن اقتراب خطر المغول، فحتوا المغيث من جديد للخروج هذه المرة معهم، ومرة أخرى سينهزم هذا الحلف المملوكي الصالح الأيوبي أمام سيف الدين قطز. أمام هذا الصراع الداخلي والغزو المغولي وأطماع سيف الدين قطز اللي غدر قوية للاستيلاء على السلطنة، تمكن هذا الأخير من عزل الملك منصور نور الدين بعد توليه 2 سنة فقط، معتمدا على المماليك المعزية، ثم قبض عليه وعلى أخيه وأمه وسجنهم ببرج في مدينة دمياط. فكان هذا بداية لنسج مسلسل جديد من المؤامرات داخل البلاط المملوكي. تولى قطز الحكم إذن في ظروف جد قاسية، كان عليه أن يوحد الصف الداخلي ما بين الممالك والأيوبيين ليواجه عدوا خارجي يتمثل في الجيوش المغولية الجرارة والزاحفة في اتجاه المسلمين بقيادة جنكيز خان وحفيده هولاكو. استمر الصراع المملوكي الأيوبي والتآمر بينهم حتى وصلت أخبار دخول التتار إلى بغداد والقضاء على الخليفة العباسي المستعصم. هذا القضاء الذي سيخلف أثرا سيئا في نفوس المسلمين، حيث أصبحت تعتبر سنة 1268 هي سنة مشؤومة في تاريخ الدولة الإسلامية.
استولى فيها المغول على بغداد التي هي قلعة الإسلام وحاضرة الخلافة العباسية، وبسقوط بغداد ومقتل الخليفة العباسي المستعصم انتهت دولة الخلافة العباسية التي عمرت أكثر من 5 قرون. فعلا في هذه الظروف وهذه الأوضاع المضطربة برز نجم الأمير سيف الدين قطز وكأقوى أمير مملوكي، واستطاع أن يرد مؤامرات ملوك الطوائف المملوكية ويأخذ على عاتقه توحيد صفوفهم لصد خطر المغول الزاحف نحوهم بزعامة هولاكو، متدرعا بأنه أقصى سلطان صغير السن من أجل الدفاع ومقاتلة التتار، وأن الأمر سيكون بينهم فيما بعد عند القضاء على التتار. إذن هكذا أخذ الأمير سيف الدين قطز والذي هو واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين، الاسم الأصلي دياله هو ممدوح ابن ممدود، وهو من بيت إسلامي مسلم ملكي، فهو ابن أخت جلال الدين الخوارزمي ملك الخوارزميين. اشتهر قطز بهذا الاسم، وهو اسم مغولي ويعني الكلب الشرس، لما عرف عنه من شراسة في المعارك. أخذ الأمير سيف الدين قطز يسترضي الأمراء المماليك الآخرين حتى يتمكن من أمر الحكم بيد من حديد، فاعتقل من بعض الأمراء من كل جهة، فبدأ يعد العدة لمواجهة التتار الذين هددوا الشام ومصر. ومع هذا الزحف التتاري وتقدمه نجد أن هولاكو سيرسل رسالة إلى قطز، رسالة تهديدية يذكره فيها أن المغول فتحوا كل البلاد ولم تستطع أي قوة الوقوف في وجههم. إذن أمام هذا الخطر المغولي وعلى إثر هذه الرسالة التهديدية، عقد قطز مجلسا مستعجلا مع كبار الأمراء والقادة والوزراء ليناقشوا فحوى هذه الرسالة وما يمكن أن يقوموا به، فاستقر رأيهم على مقابلة التهديد ووعيد التتار بالاستعداد للحرب. إذن كان قطز مصمما على خوض هذه الحرب ورافض لمبدأ التسليم، رغم تردد بعض الأمراء في البداية، إلا أنه أكد أن الإسلام للدفاع عن الإسلام لا بد من الصمود في وجه التتار، فوقعت كلمات قطز في قلوب الأمراء وأيدوه في قراره وأعلنوا معه الجهاد في سبيل الله، واستشار مع الأمير بيبرس الذي كان يشكل من بين القادة الكبار للمماليك. هذا الأخير اقترح عليه قتل الرسل 4 الذين أرسلهم هولاكو وقطع أعناقهم وعلقت رؤوسهم على باب زويلة في القاهرة، ونودي في القاهرة وفي سائر الأقاليم بالخروج إلى الجهاد. إذن هكذا عزم المضفر سيف الدين قطز وبشجاعة للخروج بجيشه من مصر لملاقاة التتار في فلسطين، بدلاً من أن ينتظرهم حتى يصلوا إليه، لأن أمن مصر القومي يبدأ في رأيه من حدودها الشرقية وليس من داخلها. إذن رأى أنه من الأفضل عسكريا أن يخرج بميدان المعركة خارج مصر، فكانت المفاجأة قوية. عندها بدأ العز بن عبد السلام الذي كان أقوى رجال الدين مكانة في هذه الفترة، أيضا أصبح يؤيد في المنابر ويقوم بالحث على الجهاد وترغيب الناس بالجنة وتزهيدهم في الدنيا وتعظيم أمر الشهادة في سبيل الله. إذن مع وصول الجيش الاستطلاعي الأول مع بزعامة بيبرس استطاع أن يلحق بطلائع المغول هزيمة في غزة كانت
الأولى في تاريخ المغرب، غير أن في تاريخ المغول عفوا، غير أنها لم تكن حاسمة، حيث تقدم قطز عن طريق السواحل، فعرج أولا نحو عكا لكي يتبين نية الصليبيين، وطلب منهم الالتزام والحياد، وإلا سيقاتلهم قبل أن يلتقي بالتتار، لأن خطر الصليبيين كان يشكل خطر على قطز، فلا بد من التأكيد من هذه المسألة. ووفى قطز الأمير ببرس عند عين جالوت التي ستكون نقطة ومقر المعركة الحاسمة التي تغلب فيها الممالك على المغول. إذن وصل عليه في عين جالوت، وبرز صراع على السلطة بين خلال هذه المرحلة. كان هناك مجموعة من العوامل التي ساعدتهم على الانتصار، حيث واكب وصول قطز إلى الشام عودة هولاكو إلى بلاد الشام على عجل، متجها إلى مقر حكمه في آسيا، ويأخذ معه مجموعة من الجيوش نتاعو بسبب وفاة الخال الكبير وبروز واحد صراع على السلطة بين أخوي هولاكو على الزعامة المغولية. طبعا كان هولاكو بدوره طامع في هذه الزعامة، إلى جانب مسألة أخرى هو تعرض أملاكه في إيران من طرف ابن عمه الذي اعتنق الإسلام. فكانت معركة عين جالوت في فلسطين الحالية في شتنبر من سنة 1260 بقيادة خليفته كتبغا، الذي لقي هزيمة شنعاء على يد المسلمين. وقد كانت هذه الوقعة، وقعة عين جالوت، الحلقة الأولى في سلسلة الوقائع بين التتار ودولة الممالك، كما أنها تعتبر تجربة حربية بين أسلوبين وفنين من فنون الحرب في العصور الوسطى. بددت تلك العقدة التي كانت تخيف العالم من التتار، وأزالت الضغط الكبير عن صدور المسلمين الذي سببه المغول بهجومهم على بغداد. فكان لهذا النصر أثر كبير في نفوس المسلمين، ترتب عليها نتائج بالغة الأهمية، من بينها تثبيت دعائم دولة الممالك في مصر والشام، إنهاء بقايا الملوك الأيوبيين، إنقاذ بلاد الشام ومصر من الاحتلال المغولي، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر. كما ساهم انتصارهم هذا في الاحتفاظ بمصر لديه بما لها من حضارة ومدنية، عكس ما تعرضت له بغداد من دمار. فأضحت القاهرة قبلة العلماء والأدباء، كما أن هذا الانتصار أنقذ الإسلام والمسلمين في المنطقة، وقضى على حلم الصليبيين من التحالف مع المغول.